محافظة شبوح إحدى أهم المحافظات التي تواجه تحديات كثيرة، من بينها ميليشيا الحوثي والمخلوع التي تسيطر على 3 مديريات بالمحافظة. فهناك تنظيم القاعدة أيضا الذي عاد إلى الواجهة بالسيطرة على مدينة عزان. سيطرة التنظيم على المدينة جاءت بعد أيام قليلة من الإعلان عن استعدادات للمقاومة والجيش الوطني لخوض معركة تحرير بقية مناطقها من ميليشيا الحوثي والمخلوع، لكن هذا لم يثني قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية عن الاستمرار في تطهير المحافظة من الجماعات الإرهابية والميليشيا. بالأمس دعا محافظ شبوة مسلحي الحوثي والقاعدة إلى الخروج من المحافظة انطلاقا من ما يجري فيها من تحركات على الأرض، ولعل أكثرها خطورة هو تواجد تنظيم القاعدة. جاء ذلك بالتزامن مع قيام مسلحين قبليين بتنفيذ هجوم على نقطة تابعة لتنظيم القاعدة في المدخل الغربي لمدينة عزان، أسفر عن سقوط قتلى وجرحى. مدينة عزان تكتسب أهميتها بقربها من منشأة بلحاف النفطية، حيث تبعد عنها 60 كيلومترا وتعد ثاني أكبر المدن التجارية بالمحافظة والبوابة الغربية للساحل. ما بين تمرد الميليشيا الإنقلابية وتطرف الجماعات الإرهابية، تقف المقاومة الشعبية في شبوة حاضرة لتقول إنه لا سلطة إلا سلطة الدولة.